بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات رؤساء وأعضاء البرلمانات في مختلف دول العالم السلام عليكم ورحمة الله أحييكم من الدوحة وأتمنى أن نتغلب جميعا على هذه الجائحة حتى نتمكن من اللقاء مرة أخرى واغتنام الفرص التي يتيح لنا اتحاد البرلمان الدولي لتعزيز التعاون بيننا والمساهمة في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين اللذان يعتبران شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وبلوغ أهداف 17 التي حددها الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأخوة والأخوات الأفاضل، لا زلت أتذكر شهر إبريل 2019 حيث التأمت الجمعية العامة 40 بعد 100 والاجتماعات المصاحبة لها في الدوحة والنتائج الكبيرة التي تحققت فيها واعتبارها علامة فارقة في تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي، ومثل ما نجحت دولة قطر في استضافة فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي بنجاح فإنها عاقدة العزم على تحقيق نجاح باهر في استضافتها لبطولة كأس العالم الدوحة 2022 بإذن الله. فأهلا وسهلا بكم في دولة قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.